فطبعا اوكي كونتينيو اوكي خريجة اي جي سي اس اي وعارفة بكل اللي انتوا بتعدوا بيه ومتفهمة كل ده الحمد لله. برضو انا ام سيرتيفايد تيتشر من جامعة هارفارد وبس. خلونا بقى كده نبدأ ناخد اوفر فيو عن الكورس. مبدئيا الانفايرمنتال مانجمنت ملهاش اي علاقه خالص بالبيولوجي، فيها اجزاء من البيولوجي، حاجات انتوا اخدتوها من اعدادي، يعني حاجات مش محتاجه اي ليفل بيولوجي او كده، حاجات ليها علاقه بالفوتوسينثيسز، فيري فيري سمبل، موجوده في تشابتر 3 عندنا، موجوده في تشابتر 9. انفايرمنتال مانجمنت بتتكلم تاني عن ايه؟ احنا بنحاول نشوف تأثير الهيومن اكتيفيتيز، الحاجات اللي البشر بيعملوها بتأثر ازاي على البيئة. هنيجي نتكلم على تشابتر 1 اللي برضو عكس مشائع ان المادة دي ليها علاقة بالجيولوجي، هي ليها علاقة بالجيولوجي لكن في تشابتر 1 بس، تشابتر 1. طيب الجيولوجي تشابتر 1 بيتكلم عننا على الروكس والمينرالز، فان احنا بنستخرج مثلا الرخام او بنستخرج whatever type of rock، ازاي ده بيأثر على البيئة، ازاي ده بيعمل pollution، ازاي ده بيعمل loss of habitat. طيب نعالج المشكلة دي ازاي بطريقة sustainable. sustainable يا ولاد يعني حاجة دايمة، حاجة continuous. فمينلي احنا في الانفيرومنتال مانجمنت بنتكلم على تأثير كل حاجة احنا بنعملها بيكون ازاي على البيئة، ولازم في نهاية كل chapter نلاقي حل للمشكلة البيئية اللي بنواجهها throughout الشابتر. طيب ببساطة جدا احنا أول حاجة بنشوف الريسورس، تشابتر 1 بنتكلم على الروكس، تشابتر 2 بنتكلم على الانرجي، بنجيب الكهرباء النور اللي شغال علينا ده ازاي. طيب تشابتر 3 بنتكلم فيه على الزراعة، بناكل وبنشرب من فين. تشابتر 4 بنتكلم فيه على مصادر المية، نيل ولا بحر ولا اكويفرز، ولا نعمل ديسالينيشن عشان البلد دي مثلا ما عندهاش اوبشن فريش واتر، تفاصيل كتير بس الريسورس بتاعنا هو الواتر. اول حاجه بندرسها في كل تشابتر هو الريسورس، بنبدا ان احنا نعمل ديسكشن للناتشرال سيستم، وبعد كده هاو دو وي يوز ات، ازاي احنا كهيومن بيينجز بنبدا نستخدم الريسورس ده. احنا بنعمل سويمنج بولز كتير وبنستهلك المايه بشكل مش كويس، فبقى في شورتج في المايه مثلا. طيب ايه الامباكت على البيئه بده؟ والله ما بقيناش عارفين نزرع، ما بقاش الاراضي الزراعيه بقت الميه فيها شورتج، فده كمان هياثر على الزراعه. طب how can you manage this sustainably؟ sustainably in a sustainable way in a continuous way، بنبدا نلاقي حلول sustainable لقصه الميه. طيب احنا طبعا هناخد ده hands on example كده، هنفتح chapter دلوقتي ونفهم الفور ستيبس دول ازاي احنا بنواجههم في كل الشابترز اللي عندنا في environmental management. بس خلونا برضو عشان التساؤلات الكتير هناخد overview عن الشابترز وعن البيت thresholds وامتحاناتكو وكل الكلام ده. طيب احنا عندنا 9 chapters، المنهج بتاعنا يا ولاد قليل جدا، يعني أقل من أي مادة ممكن تكونوا أخدتوها في الـ IGCSE. يعني عندك مثلا chapters 4 و 5 إحنا بنعملهم في كلاس واحد، يعني هما الشابتر ما بياخدش أكتر من 40 minutes مثلا، فبنعملهم في كلاس واحد. عندك chapter 7 و 8 برضو بنعملهم في كلاس واحد، chapter 8 ده is around يعني 4 to 5 slides كده. فالسيلابس قليل جدا مقارنة بأي مادة تانية في الـ IGCSE. دول الـ 9 chapters اللي عندنا. ممكن حد يقول لي مش مالهمش اي علاقه ببعض، كل حاجه توبيك مختلفه، كله عن الانفايرمنت بس كله توبكس مختلفه. هو ده حقيقي، لكن لما بنخلص المنهج بنلاقي ان هي ولاد سايكل، المايه لما بيحصل فيها مشكله بتاثر على الزراعه، الزراعه لما بيحصل فيها مشكله بتعمل لوس اوف هابيتات وبتاثر على الايكو سيستمز. Chapter 7 الاتموسفيريك بولوشن لما بيحصل في منطقه بياثر على الهيومن بوبيليشن، المايجريشن، الناس مثلا بتسافر بتهاجر لمناطق تانية. ففي حاجات common بتربط كل الشابترز دي ببعض، وهي كلها حاجات ليها علاقة بحياتنا. أكبر advantage بالنسبة لي في environmental management إن إحنا ما بندرسش أي theories مبهمة، ما بندرسش أي كلام أنتم مش عارفين تتخيلوه، إحنا بندرس اللي إحنا عايشينه النهاردة
ده واقع في حياتنا، مش كيمستري هتلاقوا فيها حاجات equations انتوا مش فاهمين ده ايه، او حاجة مش عارفين تتخيلوها. كل حاجة بنتكلم فيها هي حاجة في دنيتنا النهاردة احنا فعلا فعلا عايشينها. يعني it is a problem that we are truly facing، وفعلا العلماء بيحاولوا ان هما يلقوا لها حل. طيب، فعندنا قلنا chapter على rocks، chapter على energy، agriculture، المية، oceans and fisheries. حد هقول يا مس ايه ده، يعني هندرس ايه عن oceans and fisheries؟ هندرس انه الثروة السمكية عندنا بتقل سنة ورا سنة من التسعينات. ليه؟ عشان احنا human beings بنعمل overfishing. فمتوقع بعد كام كده 100 سنة ولا حاجة وارد انه الاسماك دي تقل لدرجة انها تنقرض، يعني زيها كده زي ايه، زي ما كان في حيوانات وانقرضت ما بقتش موجودة في الدنيا. وبنشوف ده تأثيره ايه، وبنشوف ده حله ايه. طيب chapter 6 بقى لطيف قوي، بيعرفنا على الearthquakes، ازاي الearthquakes ممكن تحصل، الفولكينوز، يعني كلامه أكتر على الناتشرال هازاردز، حاجات إحنا مش هنقدر نمنعها لكن لما تحصل how can we deal with it، إزاي إن إحنا نقلل الداثز اللي بتحصل في المناطق اللي بيحصل فيها الناتشرال هازاردز. chapter 7 بيتكلم على الاتموسفيريك بولوشن، إزاي إحنا when we burn fossil fuels أو المصانع أو العربيات أو كل الحاجات اللي بتطلع emissions دي يا ولاد، إزاي بتعمل اتموسفيريك بولوشن. بنتكلم عن الهيومن بوبوليشن، ازاي في بلاد اللي هي مش عايزه اقول متخلفه بس هم بيقولوا عليها كده، الليس ايكونوميكلي ديفلوبد كونتريز، ازاي دول بيبقى عندهم ناس كتير قوي، اعداد كبيره جدا، لكن الدول المتقدمه شويه بيبقى الاعداد عندهم مش كتيره. ايه العوامل اللي بتخلي ده يحصل فيه كده هنا، وايه العوامل اللي بتخلي البلد الثانيه دي تبقى التعداد السكاني بتاعها كبير او قليل، ازاي نمنع ده، ازاي نعمل family planning ونعمل policies علشان نقلل مثلا من التعداد السكاني او علشان نزوده في بعض البلاد. و chapter 9 بقى natural ecosystems and human activities، بيتكلم بقى على deforestation، loss of habitat، يعني بيلينك كده شوية حاجات ببعض. طيب الكيرف احنا عندنا 2 papers يا ولاد، خلوني كده نروح لدي الاول. ال 2 papers عندنا 80 و80، الاجمالي بتاعه 160. تمام، عشان نختصر، اللي هيجيب 120 من 160 ده كده في خانه الاي ستار، this is an A star student. فطبعا losing 40 marks is very well، يعني برضو لما قارنوها بكل المواد الثانيه في الاي جي سي اس اي، especially ان الماده دي الاعداد عليها مش كبيره لان هي بتبقى it's like a ratio. ف الكيرف بتاع فعلا حلو جدا. بيبر 1 عندنا، بيبر 1 is very straightforward، اللي مذاكر هيقفلها، السؤال بيجيلك very direct هتحدي، ما فيهاش اي اختراع. بيبر 2 فيه بيشوفها اصعب، فيه بيشوفها اسهل كتير. ليه؟ لانه فيها حاجات كتير قوي، عارفين انتوا يا ولاد لم درجات كده بجد، هي طلعي percentage، ارسمي جراف، اعملي باي شارت، حاجات طبعا بنتدرب عليها throughout environmental management، لكن فيها حاجات كتيره جدا. اسئله مثلا انت بتقري whatever like a passage كده and you answer the questions، فعادة بتبقى الانسرز within this passage، فنصها تقريبا ان ما كانش اكتر حاجات لم درجات، بس بتحتاجي فيها شويه critical thinking and so on، والحاجات دي كلها احنا بنتدرب عليها مع بعض واحنا بنحل في environmental management. اوكي، طيب يعني ايه sustainable development؟ احنا ما بدأنا الشرح ولا حاجة، ده كل ده introduction. ها لما نيجي نقول احنا بنجيب الانرجي بتاعتنا من فين؟ الفوسيل فيولز او اللي هي الطاقة النفطية. بليز لو اي حد عنده اي language barrier، سواء مش بيفهم عربي كويس او مش بيفهم English كويس، just let me know عشان اخد بالي من حاجة زي كده. احنا بنجيب الانرجي بتاعتنا من الفوسيل فيولز. طيب دلوقتي الفوسيل فيولز دول they are limited in supply، هيجي عليهم وقت وهيخلصوا من الدنيا، مش هيبقوا موجودين. طب بالنسبة للشمس، احنا ممكن نجيب energy من السولار بانلز. طب هل الشمس دي حاجة sustainable ولا لا؟
whatever مش هيخلص من الدنيا لازم يكون sustainable. So the sun is a sustaining source, a resource that can be continuously replenished to meet the consumption زي كمان الagriculture. مش حد ينفع يجي يقول خلاص كده الزراعة خلصت ما هتخلص ازاي ما هو هو يعني it can be replenished, it can never go out. مش هينفع. طيب concept sustainable development ايه؟ اللي منكم شاف مسلسل النهاية اللي كان في رمضان اللي قبل اللي فات يعني ربنا يسامحني بس هو بجد بجد كان مسلسل فكرته لطيفة جدا. معرفش بقى الكلام الأخير اللي قالوا عليه في آخر حلقات الماسونية والكلام الفاضي ده أنا معرفش بس أمين إنه بيناقش مشكلة بيئية مشكلة الطاقة. هو المفروض المسلسل ده بعد 100 سنة من دلوقتي فواحدة داخلة تولد في مستشفى ما كهرباء قطع في مستشفى واحد بيعمل عملية قلب مفتوح الكهرباء قطعت عليه في العمليات. كانوا بيناقشوا فكرة إن إحنا خلاص الفاصل فيولز خلصت من الدنيا والدنيا ما فيهاش كهرباء ما فيش كهرباء في الدنيا. ده فكرة يا ولاد السستينبل ديفلوبمنت إن إحنا ما ينفعش نعيش حياتنا النهاردة أزف إحنا الريسورسز بتاعتنا دي مش هتخلص كده من الحياة هي موجودة forever. ما ينفعش نيجي على الفيوتشر جينيريشنز. So this is why إحنا بنقول نوفر في الموارد. المياه ما نسيبهاش مفتوحة طول الوقت، الأكل ما نعملش ويست ونرميه في الأكل، الكهرباء طالما حاجة تلفزيون أو لابتوب أو whatever أنا مش محتاجاه أقفله. ده بالظبط أو بالبلدي كده بالعربي ده concept sustainable development بس إحنا هندرس الكلام ده بشكل علمي. So it's a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. خلاص احنا في دنيتنا عارفين ان في اي ريسورس من الدنيا هيخلص قريب يبقى بديهي جدا ان احنا نحاول نلاقي له بديل ونستخدم البديل بتاعه. اوكي طيب لحد هنا كده ده الانترودكشن. هناخد اكزامبل بشابتر 1. انا باكد تاني ان احنا النهارده مش هنشرح شابتر 1 هناخد اكزامبل بس على شابتر 1 عشان احنا كلاس الجاي ان شاء الله هو ده هيبقى بقى شابتر 1 بدايه شرح كلاسز. خلاص الكلاس الجاي دي كلها بس انا عايزاكم تفهموا الكونسبت اللي مبني عليه الماده ده هيساعدكم كتير قوي ان انتوا تبقوا فاهمين انتوا بتدرسوا الماده دي ليه. And by the way يا اولاد انا اول ما بدات ادرس الماده دي انا ساكنه في مصر بس درستها لاولاد في الامارات وكده كانوا في شوافات دبي وشرق انا كنت مرحله في حياتي في الشوافات فده ساعدني ان انا اتوصل لهم بسهوله. الماده دي أنا عارفة إن ما ينفعش أقول الكلام ده بس المادة دي بياخدوها من غير مدرس. المادة دي اللي بيتفرج على ناشونال جيوغرافيك وبي بي سي وورلد ومتابع كده زي ما زميلتكم لسه كانت بتقول بيمشي فيها كويس جدا جدا. فيها جنرال انفورميشن مش طبيعية. فيها حاجات أنتوا أخدتوها في البيولوجي وفي الفيزيكس وفي الكيمستري وفي الساينس وأنتوا في إعدادي أصلا فيها حاجات مجمعة من شوية حاجات كتير جدا أنتوا أخدتوها قبل كده. فيها بارت ايكونوميك لان احنا دايما برضو هدف من اهداف السستينابيلتي ان احنا نوازن الايكويشن بتاعه الانفايرمنت والايكونومي. ما انت ما ينفعش تيجي تقول لي يلا حول لي الكهرباء بتاعت مصر كلها سولار بانلز. طب هل الايكونوميك سيتويشن بتاع مصر هيسمح بكده؟ طب لو مش هيسمح لازم نلاقي بديل وسط يناسب البيئه ويناسب الايكونومي. ففيها برضو سام بارتس كده اباوت ايكونومكس which is very interesting. فقبل ما نحاول نأبلاي الكلام اللي احنا قلناه ده على chapter 1 do you guys have any question لحد دلوقتي؟ It's all good for me. اوكي يا نورهان ايه الاخبار يا ولاد؟ anyone else؟ اي حد عنده اي سؤال عني عن الكورس عن اي حاجة؟ معلش بس هو ممكن اطلب طلب حضرتك؟ اكيد طبعا اتفضلي. ينفع يعني في الآخر بعد ما ناخد يعني overview على chapter 1 وكده حضرتك بس بتورينا الكريتيريا بتاعت الأسئلة بتبقى عاملة إزاي في chapter 1 وكده؟ معلش حبيبتي قلتي بعد ما نخلص chapter 1 أعمل إيه؟ حضرتك يعني تورينا طريقة الأسئلة بتبقى عاملة إزاي في chapter 1 و chapter 2؟ أوكي يس 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 I can show you an example of the two papers yes أكيد no problem أوكي thank you أوكي يا حبيبتي welcome. طيب تعالوا ناخد بقى كده نفتح chapter 1
طيب بأكد تاني إن إحنا we are going to apply on chapter 1 as an example، مش هنشرح chapter النهاردة. طيب الشابتر ده بيتكلم على حاجات جيولوجي أكتر شوية، على الروكس and minerals and their exploitation. بنتكلم على الفورميشن اوف روكس، ايه عندنا انواع الروكس اللي في الدنيا. طبعا there are millions، ما كانش billions، لكن they are classified into three categories. Extraction of rocks and minerals، احنا دلوقتي عندنا whatever في copper، في gold، مناجم الذهب دي بيعملوا لها extraction ازاي؟ هنحاول نعرف ده. طب ايه ال impact of the extraction and how can you manage the impact؟ زي ما قلت لكم في الانترودكشن بنناقش التوبيك، بنعرف نستخدمه ازاي وايه تأثيره على البيئة. والسكشن ده موجود معانا في الناين chapters، هنحل المشكلة بشكل sustainable ازاي، sustainable use of rocks and minerals طبعا في اخر الشابتر. طيب في الـ formation of rocks أو في الـ section ده بنتعرف على الـ formation of our own earth وبناخد فيه الـ rock cycle. عندنا 3 types of rocks اللي هي الـ igneous والـ metamorphic والـ sedimentary، فبناخد الـ cycle دي، وكتير منهم كتير منكم أكيد أكيد أخدها قبل كده. طيب بنيجي لتاني section، extraction of rocks and minerals from the earth. لما بنيجي نعمل extraction ايه القرارات اللي بتخلينا نروح فعليا ونعمل extraction؟ ان احنا الاول نعمل حاجة اسمها exploring، نروح ندور اصلا على المينرال. ففي عندنا شوية طرق علشان نروح نعمل بيها exploring، منها طريقة قديمة جدا مبقوش بيستخدموها اسمها prospecting. كانوا زمان كده يجيبوا روك يقعدوا يبصوا عليها كده، they analyze it ويقرروا لا دي شكلها حاجة valuable فنعمل لها extraction ونبيع في الأسواق نربح منها، لا شكلها حاجة ملهاش لازمة مثلا. اتطورنا شوية وبقى في الـ aerial photography والـ satellite images اللي هو الـ GPS. عندنا طريق مثلا زي طريق العين السخنة في مصر، طريق عليه يعني رخام وجرانيت وبتاع وحاجات كتيرة جدا، ده احنا معانا هو واصل معانا لحد مرسى علم، الغردقة ومرسى علم والكلام ده كله. فالطريق ده عليه مناجم حاجات كتيرة جدا، انت دلوقتي ممكن تعمل له اكسبلورنج كده كله بتاع 500 600 كيلو ما كانش اكتر في ظرف 5 دقايق. ازاي؟ بالجي بي اس، بطريقه الريموت سنسنج. طيب في طريقه كمان جيوكيميكال وجيوفيزيكس. الكيميكال ده بناخد الروك نوديها لاب نعرف الكيميكال بروبرتيز بتاعتها. الجيوفيزيكس بقى بتبقى بالويفز، بنقدر نعرف ايه نوع الروك الموجود. طيب ف mainly في السكشن ده بنتعرف الأول من خلال الاكسبلورينج وبنقرر هنستخرج إزاي. بيقول لك لو الديبوزيت ده قريب من الأرض بنطلعه بطريقة surface mining. Very simple، في ديبوزيت عندي قريب من الأرض بحفر وأطلعه and that's it. طيب بالنسبة للحاجات اللي بعيدة قوي عن الأرض very deep، ساعات يا ولاد في الطرق برضو اللي هي مثلا طرق العين السخنة أو كده تلاقوا جبل بعيد فوق، لو منكم أخد باله قبل كده تلاقوا في طريق عربيات نازلة وطالعة. يعني زمان كنت أفضل أقول هو مين طالع هنا أو رايحين هنا بيعملوا إيه، عادة دي بتبقى مناجم. فالطريقة الأصعب في إن أنا أستخرج أي ديبوزيت من الأرض هي السبسيرفيس مايننج. دي بقى ديب مايننج، بستخدم فيها متفجرات، بتبقى فيها بقى ماشينيريز معينة، يعني بتبقى قصة much more complicated than the surface mining. طيب فاتعرفنا على طرق الاكستراكشن. طيب تمام، عندي بقى ايه الفاكتورز اللي بتخليني اقرر ان انا خلاص هستخرج؟ انا عملت exploring وعرفت ان انا في valuable deposit ورحت قررت ان انا هستخرجه. طب ايه الفاكتورز اللي بتخليني ان انا استخرجه؟ الكوست، البارت الايكونوميك اللي كنت بكلمكم فيه. انا دلوقتي لما اطلع الذهب ده هعرف ابيعه في الاسواق واربح منه، عليه ديماند، الناس محتاجاه. اوكي يبقى تمام، بنعمل اكستراكشن، نبدا نحول الماده الخام اللي احنا طلعناها زي الذهب البيور ده مثلا نوديه للمصنع نعمل بيه اشكال ورينجز وبريسلتس ونكلسز اند سو اون علشان نبدا ان احنا نبيعه في الاسواق ونربح منه. طيب
فأكيد الكوست هي أول فاكتور بيحدد أنا هكلف الاكستراكشن بروسيس دي قد إيه علشان أعرف إن أنا أحسب البروفيت بتاعتي، لأن طبعا كل ما كان الكوست عالي كل ما البروفيت قلت. طيب الجيولوجي، المكان اللي أنا بستخرج منه ده أخباره إيه؟ في probability إن أنا ألاقي فيه deposit كافي، مش بس ما أنت عشان تستخرج طن زي ما هتستخرج 100,000 طن، كده كده هتجيب machinery، هتعين workers، هتبدأ research، فهل الموجود من الذهب ده كمية كافية؟ ده اللي بنعرفه من خلال الجيولوجي. وديفنتلي الاكسسبيليتي، ليه يا ولاد؟ ما انت ممكن يبقى عندك منجم ذهب بس مش هتعرف توصل الذهب ده لاي مصنع، مفيش رودز، مفيش مطارات، مفيش، مش هتعرف تنقله حتى عن طريق البحر. لازم يكون في ترانسبورتيشن لينكس من المكان اللي بنستخرج منه علشان نعرف ننقله للمصانع اللي بتنتج اللي بتحول المواد الخام ده لمنتج. طيب هنيجي بقى بعد كده نتكلم على الـ Environmental Impact Assessment، ودي هنتكلم فيها في بقية الشابتر. أصلا محتاجين نعمل assessment إحنا إيه الضرر اللي هيجي على الـ Environment من خلال الـ Process دي، وطبعا الـ Supply and Demand وهي مرتبطة برضو بالـ Cost، إنه لازم اللي أنا هستخرجه ده يكون أصلا عليه Demand، يكون الناس حاجة محتاجة عشان أعرف أربح فيها. طيب الـ Environmental Impacts بقى، كل أنواع الـ Pollution، كل أنواع الـ Pollution بتحصل بسبب الـ Extraction Processes. إحنا مثلاً الرخام عادي، يعني بنروح الأوتيل نلاقيه كله رخام، مداخل البيت كلها رخام، الـ Reception كله رخام، عادي يعني بنتعامل مع الرخام على إنه حاجة عادي. طيب الرخام ده فعليا بيعمل ايه في الدنيا؟ يعني هما دلوقتي راحوا محاجر الرخام وقرروا يطلعوا الرخام وكل الكلام ده، تعمل loss of habitat. الـ animals اللي عايشة في المكان ده كلها they are dead. تعمل noise pollution، تعمل air pollution، تعمل breathing problems، تعمل لنا health problems، تعمل land pollution. يعني ايه land pollution؟ ما هو اي استخراج اي حاجة، في waste بتاع العربيات، في waste بتاع الworkers، في waste بتاع الprocess، الwaste دي كلها بيرموها فين؟ ما هو بيرموها on land، ده فيما بعد الplants النباتات الطبيعية ما بتعرفش أصلا تعمل growth. طيب في visual pollution، بدل ما أنت ماشي مفروض تشوف شجر ولا greenery ولا حاجات شكلها حلو، تلاقي كده حاجات مكسرة طول ما أنت ماشي. كمان في water pollution، water إزاي يا مستر؟ هما بيستخرجوا حاجة من الجبل، هو مش شرط، ممكن يكونوا بيستخرجوا بترول من تحت المية، يسرب بترول على المية يموت الكائنات البحرية كلها. بلس أنه حتى يا ولاد لما بيكونوا بيستخرجوا حاجة من الجبل، sometimes they take the waste and throw it on the water. متخيلين لو رايحين يعملوا extraction مثلا لكوبر، بواقي الكوبر رموها في المية، خلاص المية دي غير صالحة للشرب، الكائنات البحرية اللي فيها دي they got poisoned. صعب ان احنا نكونسيوم اي حاجه من السمك ولا الجمبري ولا اي بقى سي فود موجود في المنطقه اللي اترمى عليها الويست ده. فالاكستراكشن بروسيسز يعني نقدر نابلاي عليها اي نوع من انواع البولوشن احنا نعرفه. طيب مس، لو الانفيرمنتال امباكتس نيجاتيف يبقى اكيد الايكونوميك هتبقى نيجاتيف، ما هو ازاي بقى؟ لا للأسف يا أولاد، للأسف إنه ده مش حقيقي. حاجات كتيرة جدا بتبقى اقتصاديا ناجحة جدا، تنعش البلد، جميلة جدا money wise، لكن مش أحسن حاجة خالص environmental wise. إحنا عندنا الشركات اللي بتعمل extraction processes دي عادة بتبقى شركات أجنبية، بتيجي شغل عندك عمالة مصرية، بتيجي تدخل لك عملة أجنبية sterling pounds ولا US dollars ولا euros ولا كل ده، بتدفع تاكسس، بتدفع ضرائب كتيرة الحكومة. دي كلها حاجات positive impacts، وبالتالي دايما دول ليهم علاقة ببعض. لو الإيكونوميك positive لازم يكون السوشيال positive، السوشيال اللي من ناحية الفلوس لازم يكون positive. لكن ممكن مثلا لو الانفيرمنت negative، ممكن السوشيال يبقى negative من perspective environmental، يعني
هفهمكم دلوقتي. انا الايكونوميك جميل قوي، في فلوس داخله للبلد والحكومه منتعشه وحاجه جميله جدا، هيأثر بوزيتيف هنا على السوشيال. ليه؟ عشان طبيعي الحكومه بتاخد الفلوس دي تطور الهيلث كير، تطور الاديوكيشن، تطور الترانسبورتيشن، تعمل لنا البنيه التحتيه تطورها، كل الكلام ده. طب يا مس، بس في بارت انفايرمنتال كان نيجاتيف، هيأثر على السوشيال برضو، بس على صحه الناس، على النفسيه بتاعت المواطنين، بس مش money wise أو مش يعني expenses wise. طيب خلاص احنا عرفنا السورس بتاعنا الروكس المينرالز، عرفنا بيأثروا ازاي، اوكي، وعايزين نبدأ بقى نعرف نحل المشكلة ازاي. قال لك أول حاجة، عايز تعمل extraction process، من فضلك الـ waste اللي هيطلع ده يا ريت تعمل له safe disposal، ما ترميهوش على مية ولا على كائنات بحرية ولا ترميه على أرض ما تعرفش تطلع فيها نباتات، نعمل له safe disposal. وكمان نعمل land restoration. land restoration ده إزاي؟ he suggests إنه الأماكن اللي عملنا فيها extraction process يا ولاد نحط عليها soil ونحط fertilizers، طين وسماد. ليه؟ عايزين نشجع ان plants تاني تعمل growth على المكان ده. طالما في plants يبقى في living organisms and this is very healthy for our ecosystem. طيب قال لك plant trees، كل ما هتعمل trees ده بيخلي فيه habitat او بيجلب living organisms. طيب قال لك اعمل ليكس او ناتشرال ريزيرفز، انت خلاص حفرت على طريق السخنه ده كله، طب ما تحط شويه ميه كده فيه، ما هو ده برضو بيعمل اتراكشن لليفنج اورجانيزمز، او استخدمه از لاند فيل سايتس. يعني ايه لاند فيل سايتس؟ في بعض الويست بنروح نرميه في اماكن بعيده جدا عن الصحراء، صعب جدا اصلا ان يكون فيها اي نوع من انواع النباتات. فقال لك في أسوأ الظروف ممكن نستخدم المكان اللي عملنا منه extraction ده، نستخدمه as a landfill sites to make it يعني for making sanitary landfilling. They keep burying the waste between layers and layers of dirt، بيكمدوا كده ال dirt ده عشان مع الوقت خلاص بيتحلل في الأرض، ويعني مش بيعمل مشاكل كبيرة زي ما ترمي waste مثلا في منطقة سكنية أو في منطقة فيها نباتات أو كده. طيب وفي نهاية الشابتر ده بيكون فيها الديفينيشنز بتوعنا اللي هم الكور كونسبت بتوع الكورس بتاعنا كله. sustainable resource يعني إيه؟ حاجة continuous، والsustainable development إن إحنا نعيش حياتنا دلوقتي من غير ما نيجي على الfuture generations، ما نستهلكش الموارد كلها علشان ما نجيش على الfuture generations. طيب and that was chapter 1. في كل chapter بيبقى فيه كده part لينا احنا للhuman beings، يعني انت في جزء من العلاج السستينبل انه انت مثلا تعالج الارض بعد الاكستراكشن process. طيب ما هو في جزء تاني من العلاج ان احنا ما نستخدمش رخام اصلا، او ان احنا ما نلبسش diamonds اصلا. ما هو مش لازم على فكرة، يعني هم عشان يستخرجوا الدايموندز ده بيهجروا ناس من بيوتها، في حروب بتحصل بين الدول، يعني مش قادرة أقول لكم طبعا الـ environmental pollution، people die to bring this out، سواء الرخام ولا الدايموندز ولا الحاجات دي كلها، دي أعمال شاقة جدا. ففي جزء هنا علينا إحنا على الـ human beings، على الـ mindset بتاعتنا، increased efficiency of the use of rocks and minerals، إزاي بـ engineering solutions، ما بدل ما تحط الرخام ما تستخدم عادي روكس طبيعية مثلا، عشان ده بيوفر عندنا أو that saves the rocks and minerals. طيب استخدم بقى ماشينري كويسة، لو ضروري تعمل extraction ما تقعدش تهدر في الروكس والمينرالز اللي انت بتطلعها، مش عشان انت توفر فلوس وتكسب، ال environment يعني المواد فيها الموارد فيها تتهدر. ف they suggest طبعا ان احنا نستخدم احسن تكنولوجي، they suggest ان احنا نعمل recycling للويست، ان احنا نعمل recycling اصلا مش بس للويست، كمان للrocks and minerals قبل ما نفكر نستخرج from scratch
نفكر ان احنا الاول نعمل لهم ريسايكلينج. وطبعا الليجيسليشن ان احنا نحط قوانين ده معانا في كل تشابترز في البارت بتاع السستينابيليتي. يعني انت عايز تمانج الزراعه اعمل ليجيسليشن، عايز تمانج الاوشنز اند فيشريز اعمل ليجيسليشن، عايز تمانج الانرجي اعمل ليجيسليشن. فور مانجينج اي حاجه بطريقه سستينابل يو هاف تو ليجيسليت، يبقى في قوانين بتحكم الموضوع ده. اوكي، ذات واز تشابتر 1. بأكد تاني ان احنا ما شرحناش التشابتر. اوكي، انا بس بحاول اديكوا اكزامبل ازاي شكل التشابتر بيكون. مثلا عندنا تشابتر 2 مثلا، مش همشي فيه كله بس اقول لكم بتكلم عن ايه. تشابتر 2 بتكلم على الطاقه، احنا بنجيب الكهرباء بتاعتنا من فين؟ والله بنجيبها من السولار بانلز، بنجيبها من الويف، بنجيبها من الويند، شويه انواع كده الانرجي الموجودين، في منهم رينيوبل في منهم نون رينيوبل. يعني ايه رينيوبل ونون رينيوبل؟ النون رينيوبل دول اللي هم they are limited in supply زي fossil fuels وهيخلصوا من الدنيا بعد شويه. مين الرينيوبل؟ اللي هم سستينبل، اللي هم زي الطاقه الشمسيه مثلا. فبندرس هنا السورس، هنتكلم على الانرجي، هنتكلم على قد ايه احنا كشعوب بنستهلك انرجي، وازاي طبعا نعرف نعالج الموضوع through the conservation. وبعد كده في جزء تاني بقى من الانرجي يا ولاد له علاقه بالاويل. البترول لما بييجوا يستخرجوه بيعمل لنا مشاكل كتيره جدا environmental wise، هنتكلم عنها برضو في الشابتر ده، وبرضو هنشوف how can you manage it in a sustainable way. عندك مثلا شابتر 2 ده كده كله بيتكلم على انواع الانرجي، ده الالكتروماجنتيك عادي جدا اللي انتوا كلكم عارفينه، الويند، سولر، التايدل، الويف. فميني الشابتر ده كله بيتكلم عن الانرجي، وفي نهايه الشابتر بنلاقي حلول sustainable برضو for everything. بس قولوا لي كده ايه الاخبار so far. It seems interesting. Want to read more into it, want to read the notes to like understand more. Yes. Actually حاسه حاجه فضوليه اكتر من ان هي از ماده، يعني not know more about الدنيا حوالينا عامل ايه to get more information about it. Yes. كل ما بتعرفي اكتر عنها بتحسي اللي هو لا ايه ده انا عايزه اعرف اكتر، especially ان هي اولاد حاجات احنا عايشينها، يعني especially ان هو ده هي دنيتنا دلوقتي فعلا. حاجه بقول لكم مش حاجه خالص كده theories كده مبهمه او كلام كده غريب، لا هو ده هي ده اللي احنا عايشينه فعليا. يعني ف the more you know the more هتحسي ان انت لا انت عايزه تتعمقي اكتر فيها وتعرفي اكتر عنها. Okay, I have a question. English, math, biochemistry. Yes, definitely. هي أقل واحدة في دول كلهم. I mean, كسيلابس هي أقصر واحدة وأسهلهم حتى كفهم أو كده. فيس، يس طبعا يا حبيبي. Okay, أنا عايزة بقى يا ولاد أوريكوا example كده على أوريكوا مثلا امتحانات بتاعت ايه؟ بتاعت 2019 مثلا. هي السبجكت دي بتبقى كامبريدج بس مش إلكتر وأكسفورد وكده يعني؟ لا 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 هي كامبريدج بس. فيها حاجة كده إكسل بس مش معترفة أصلا، مش يعني مش معترف بيها أصلا. بس حبيبي يا ويلكم. اوكي كان لا انت you can't see the screen ها. طيب لحظة واحدة.
اوكي ده كان عندنا paper 1. The table shows what insecticide use in arbitrary units 2009-2014. طبعا انتوا ما اخدتوش لسه كورس، ففي بارت عندنا كده في chapter 3 بتاع الزراعة على استخدام السماد واستخدام الكيميكالز في الزراعة والكلام ده كله. فهنا الأسئلة دي بتجيبوها من هنا، يعني دي مش حاجة محتاجة حاجة. Suggest two reasons why some world regions use more insecticide than other world regions. الكلام ده برضو كله حاجات من المنهج عندنا، إنه في بعض الأماكن بتكون عندها insects، في بعض الأماكن مثلا زي الأماكن الباردة أو كده مش بيكون عندهم insects أصلا، فهم مش محتاجين يستخدموا ال insecticides. طيب سألنا هنا سؤال غير ال other than insecticide use to reduce the impact of pests on crops. طيب إزاي أنا دلوقتي زرعت حاجة، ده طبعا الكلام ده كله هناخده في chapter 3، الأرض الزراعية بتاعتي جه عليها pest، نوع كده من أنواع ال insects الصغيرة. طيب إزاي أقلل ال impact on the crop other than the insecticide use. فإحنا عندنا في المنهج مثلا إن إحنا هنقول له بدل ما تستخدم ال insecticide logical control، ان انت عندك هنا crop، طب ايه رأيك تحط شوية birds في الارض الزراعية، حط شوية frogs، شوية ضفادع. بندور على natural predator، كائن حي، علشان يعمل feeding on the pest بدل ما نستخدم ال chemicals. وطبعا الاسئلة لما بتشوفوها وانتم مش دارسين المنهج تحسوا انها غريبة، بس انا بحاول اشرح لكم very very briefly. اوكي ساعات بيجيب لكم كده صوره زي كده ويقول لك ديسكرايب. ديسكرايب ده لازم نمحي كل حاجه اتعلمناها في حياتنا، احنا بنبص للصوره وبنشرح له. والله ده مثلا عندنا هنا ديد جراس، عندنا هنا بير جراس، اصلا ما فيش هنا نباتات، مش اكتر من ان احنا فعلا بنحط عينينا على الصوره وبنبدا نشرحها، مش اي حاجه ليها علاقه باي حاجه تانية. طيب The farm in the photograph has had 4 years of drought. عندنا في chapter 6 بتاع natural hazards يا ولاد بنناقش فيه الكوارث الطبيعية اللي من ضمنها الجفاف، الدراوت. فexplain why cattle can no longer be kept on the farm. طبعا السؤال ده عادي جدا، يعني ممكن واحد ما زيكم ما اخدش المادة في حياته ويجاوبه عادي. هو طبعا الواضح انه هنا الارض دي ناشفة جدا، ما فيش ولا مية ولا حتى في اكل، لان ما فيش greenery for the cattle. وهو قال لك في السؤال ان في 4 years of drought، فاجابه السؤال ده ببساطه لان هو they do not have water or food بسبب انه كان في جفاف فتره 4 سنين جفاف. ف ال paper 1 بتبقى paper 1 سهله، يعني سهله، والاسئله اللي بتيجي فيها بتبقى حاجات احنا عندنا علم كامل بيها في المنهج بتاعنا. أنا عايزة أجيب لكم سؤال مثلا من سؤال من الأسئلة الكبيرة، يعني اللي هي كل الحاجات دي يا ولاد إحنا بندرسها، يعني state two problems that Niger may have as a result of rapid population increase. جاب لكم مثلا دولة يقول لك حصل فيها تعداد سكاني رهيب، إيه المشاكل في كده؟ والناس دي مش هتلاقي تاكل، مش هتلاقي فرص شغل، مش هتلاقي بيوت تعيش فيها، كل الكلام ده احنا بندرسه. عايزة سؤال كبير شوية. اوكي can a less economically developed country، دولة متخلفة، اوكي feed its increasing population sustainably. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بناخد برضو في chapter 3 انه احنا عايزين نزرع علشان نزود ان احنا نعملها. اوكي معلش مش عارفه ايه اللي حصل. معلش بس ممكن تعيدي اخر بارت هنا عشان انا سمعت الصوت قطع مره واحده. اوكي عندنا في السيلبس حاجة كده إنه في chapter 3 إحنا محتاجين
علشان نكوب مع زيادة التعداد السكاني في الدنيا كلها، احنا دلوقتي بقينا 7 مليار وشوية، فبنحتاج نستخدم كيماويات، نستخدم انسكتسايدز، نستخدم حاجات مش صح ان احنا نعملها في سبيل ان احنا نزود المحاصيل الزراعية عشان الناس تلاقي اكل تاكله. فهنا السؤال ايه؟ في دولة مش متقدمة زي دي، هل تقدر ان هي تأكل البوبوليشن بتاعها اللي هو كتير قوي 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 بطريقة سستينبل؟ يعني ايه سستينبل يا ولاد؟ يعني نستخدم سماد طبيعية مثلا. السماد الطبيعية دي حاجة is not harmful، دي حاجة out of animal feces، حاجة organic، حاجة مش اي حاجة chemical. فده برضو احنا بندرسه، كل الكلام ده بندرسه. عندنا بيبقى سؤال واحد كده عليه 6 to 7 marks، عايزة أقوله لكم أو هو ده. السؤال ده أدل دليل إن المادة دي ما ينفعش نحفظ فيها، لازم كل حاجة نبقى فاهمينها كويس جدا جدا جدا. Water pollution is a more serious problem than the enhanced greenhouse effect. How far do you agree with this statement؟ السؤال ده عليه 6 درجات يا أولاد، أكبر سؤال في الامتحان. عايز يقول لنا إيه؟ المية أخطر ولا الهواء؟ إيه اللي مش هنعرف نعيش من غيره؟ هل المية ولا هل الهواء؟ لو أنت مش student بتعرف تفهم، مش بتدش كده وتحفظ، لو أنت مش بتعرف تفهم بأبعاد التوبيك ده وأبعاد التوبيك ده، أنت مش هتعرف تحل السؤال ده أصلاً، حتى لو حفظت إيه، لو حفظت كل حاجة في الدنيا. هنا بنبدأ نتكلم على إن الواتر بولوشن إزاي بتأثر علينا ومش بنلاقي مصادر نشرب منها، بتأثر على الأكواتيك كريتشرز، وبنتكلم على إن الهواء والبولوشن ده للأسف ملوش بارير. يعني لو في بولوشن حصل في مصر لازم يحصل في السعودية، لازم يحصل في اللي جنبها، حاجة uncontrollable زيها برضو زي المية. فبتفضل تقول شوية بوينتس على السايد ده وتقول شوية بوينتس على السايد ده، وبعد كده ترجع تقول in my opinion and you have to clearly state your opinion I believe that the air pollution is much more dangerous مثلا أو whatever، بتختار السايد اللي انت اخترت. فطبعا في الشابتر بتاع المية احنا بندرس كل حاجة ليها علاقة بالwater pollution، بتأثر علينا ازاي domestically او بتأثر على الصناعة ازاي او بتأثر على الزراعة ازاي، وبندرس كل حاجة برضو على الair pollution وبيأثر على كل حاجة ازاي. Okay, that was paper one. Paper two بيجيب لك بقى مثلا map بتاع الدولة وشوية information عنها، التعداد السكاني بتاعها، الكرنسي بتاعتها، بيتكلموا ايه، درجات الحرارة عندهم، هم بلد برد ولا بلد حر، يعني جيب لك شوية information كده عن country وتبدأ تحل عنها mainly out of الكلام اللي هو قاله لك فوق. فهي كلام احنا ما درستهوش في الانفيرمنتال مانجمنت، بس هو فعلا سهل، يعني كتير بيحبوها قوي. ليه؟ لان هي مش محتاجه افرت في المذاكره زي مثلا بيبر 1، هي كلها جايه اوت اوف ذا سيلبس. فبس بتبدا ان انت تجاوب على الكلام ده كله من الانفورميشن اللي جات لك فوق. احيانا يطلب منك مثلا تعمل ترسم جراف او تعمل باي شارت. هنا كده نروح هنا شويه، فيها حاجات طبعا من السيلبس مش كلها اوت اوف السيلبس. مثلا هنا بيقول لك ازاي جيوثيرمال باور بتطلع علينا الكتريسيتي. جيوثيرمال باور دي احنا بناخدها في شابتر 2 بتاع الانرجي، البروسيس بتاعتها ايه، بعد كده ايه، بعد كده ايه. باي شارت مثلا ترسمها له، تطلع له برسنتج. يعني بيبر 2 حاجات زي كده كتير قوي. هنا بيكلمنا على الكويشنير، جاب لك سؤالين في الكويشنير وبيقول لك اديني سؤالين تانيين لو انا عايز اعمل ستادي على الموضوع ده، موضوع الالومنيوم اندستري ان ايسلاند. فحاجات دي كلها احنا بنتمرن عليها، بنحل كتير جدا جدا عليها. I want to talk to you more about how the course goes. Google Classroom you have to join يا ولاد. ليه؟ علشان Google Classroom كل حاجة أنا بعملها وإنتوا بتعملوها بتنزل على Google Classroom. الكلاس ده هينزل، اللي بعده هينزل، كل الكلاسز بتكون عليه، كل الحاجات اللي بنحلها مع بعض بتكون عليه، أي assignments بتكون عليه.
انتوا كمان خلصتوا classified مثلا بتنزلوا لي على جوجل كلاس روم ليه so that I can give you feedback. عملت quiz ونزل على جوجل كلاس روم I have to give you your final mark and feedback. Everything that I do and everything that you do بيبقى كده اللي بيني وبينكو platform هو جوجل كلاس روم عشان كمان بعد الشر عنا يعني بعد الشر بس عشان قصص الأفيدنس والامتحان اتلغى الامتحان ما اتلغاش كل حاجة عملناها طول السنة موجودة معانا من أول يوم بنبدأ فيه الكورس بس طبعا ده خلاص مستبعد يعني المفروض إن شاء الله إن الكورونا خلاص بتهدى بقى وبتروح يعني يا رب أوكي يا ولاد جوجل كلاس روم you must join it لأن ده عليه كل حاجة أنا بعملها وإنتوا كمان بتعملوها أنا بالنسبة لي you all have my number وبرضو هحطه تاني في الشات أنا ممكن ساعات ما ردش على التليفون ككول بس لازم برد على الواتساب any time of the day وأنا عندي 2 أطفال فصحي أغلب اليوم يعني هرد عليكم في أي وقت أوكي let me send it to everyone and this is my email وبلاش طريقة بس عشان إيه هو ده اسم العيلة فأنا مش بإيدي بصراحة يعني إسراء البطة، أوكي؟ فـ it's my surname يا ولد. بس let me know your questions بقى. أي حد عايز يسأل عن أي حاجة؟ مس هو الـ environmental management alphabetical system بس؟ yes. ما نزلش لسه نيميركل خالص. ولا في أي زون. أوكي. Any other question يا ولاد؟ تيتشر أنا عندي سؤال بس هو من وجهة نظر حضرتك يعني مثلا في كل مرة أو كل يير أوكي إحنا كلاسز بتاعتنا هتفضل يوم الاثنين بس لحد آخر شهر 7 وبعد كده هتبقى 2 و4 من أول شهر 8 إحنا امتحاناتنا بتكون في شهر 10 يا ولاد مش في شهر 11 إحنا في أول 10 1 أكتوبر و6 أكتوبر بيبر 1 وبيبر 2 فبنبدأ 2 حصة في الأسبوع اللي هو 2 و4 الساعة 8 في نفس وقتنا ده بس على آخر 7 أوكي؟ يعني حضرتك الحصة اللي جاية بعد كده تبقى على آخر 7 إن شاء الله؟ لا لا إحنا عندنا كل يوم 2 يعني الاثنين الجاي والاثنين اللي بعده كل يوم 2 لحد بس نهاية 7 من نهاية 7 بقى هيبقى 2 و4 بدل يوم الاثنين بس في نفس الوقت صح كده؟ في نفس الوقت الساعة 8 تمام اوكي بس اللي عنده أي حاجة عايز يسأل فيها أنا معاك واتساب ومعاكوا هنا if في to ask عملي ريسند اللينك بتاع الكلاس روم في الواتساب علشان مش بيفتح هو بس عامل زي مسج كده اوكي طب طيب حاضر can you send me anything on WhatsApp؟ okay okay بس يا ولاد thank you so much قابلكم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي عشان نبدأ بقى خلاص في المنهج بنعمل إيه بنحل chapter بنحل بعديه ال classified بعد كده بنعمل quiz عليه بس نمشي 2 by 2 يعني chapter 1 و 2 بنخلصهم نحل عليهم نعمل quiz نمشي 2 chapters by 2 chapters الوحيد اللي بنعمله لوحده هو chapter 3 علشان هو كبير شوية لكن بقية chapters كلها تانية صغيرة اوكي ف this is our process أول ما بنخلص بقى classified كله خلصنا المنهج كله بنبدأ إن احنا نحل في past papers ونعمل revision اوكي okay. اوكي okay, miss thank you thank you